تظاهرات حاشدة تشهدها مدن العراق ضد انخفاض سعر الدينار أمام الدولار، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين الذين فشلت السياسات الحكومية حتى بالتخفيف من معاناتهم. الانخفاض القياسي الأخير للدينار العراقي أمام الدولار وصف بالخطير ووضع حكومة السودان في حرج كبير بسبب انتقاده مرات عديدة قبل توليه المنصب إقدام حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رفع سعر الصرف الرسمي، إضافة إلى عدم قدرة حكومة السودان على وضع الحلول التي تساعد على سد ثغرات السياسة النقدية المحلية من جهة وعدم سيطرتها على الأسواق المالية. مراقبون قالوا إن الاحتياطات العراقية النقدية لدى الولايات المتحدة تبلغ 100 مليار دولار، ما يتطلب التزام العراق بأحكام مكافحة غسل الأموال العالمية وجميع التعاملات النقدية المتعلقة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على البنوك والمؤسسات المرتبطة بالنظام الإيراني بشكل أو بآخر. ورغم الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع سعر الدولار بحسب مختصين بالشأن المالي، فإنها لن تؤثر إيجابياً على أزمة تراجع الدينار لأنها مرتبطة بإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أنشأ منصة خاصة لتداولات العراق الرسمية لمراقبة الحوالات ومنع استفادة إيران ونظام الأسد منها على وجه التحديد. لكن مختصين بالاقتصاد رأوا أن البنك المركزي ووزارة المالية يتحملان مسؤولية انهيار الدينار أمام الدولار بهذا الشكل الكبير، محذرين السلطات النقدية من الاستمرار بتجاهل لائحة التعاملات المالية الدولية لأن ذلك سيصعب من مهمتها في إعادة التوازن وتعديل سعر الصرف في السوق المحلية. وكشف المختصون أن البنك المركزي عاجز عن مراقبة مزاد العملة وحركة الأموال ومتابعة البنوك والتداول النقدي، مشددين على أهمية تفعيل دور ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للحد من عمليات التداول المشبوهة وغسل الأموال. ويربط العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي العراقي ما يجري بضعف السياسات النقدية في البلاد وسيطرة جهات حزبية وأخرى مسلحة على السوق المالية وتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج مع تحكم شركات معينة تعمل بمجالات الحوالات الخارجية في سعر الدولار من خلال ما توصف بحرب المضاربات.